السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الوقفة ان شاء الله هنرسم حنة صغنونة كده لبنوتشي عشان نفرحها، وانتم ممكن برضو تجيبوا الحنة دي، سهلة وبسيطة ومن غير خلطات ومن غير اي حاجة، بتتباع عند العطار. هي اهي دي الحنة، دي جميلة جدا، جربتها وتحفة، عاملة 25 جنيه، جميلة جدا، واديكوا هتشوفوا قدامكوا هتبقى عاملة ازاي. قبل ما ترسمي لازم تدهني ايد بنوتك كده بأي زيت عندك، انا بحط جونسون. لو انت عندك زيت جوز الهند او زيت اللي هو الزيتون هيمشي حلو برضه. هفتحها كده من، بصوا الحتة الصغيرة كده هما بيبقوا محددين لك علامة عشان ما تبقاش الرسمة يعني كبيرة. هنقول كده بسم الله، انا برسم كده زي نجمة، هحط كده نقطة مثلا، وهنا برضو نجمة. الشكل ده كده يا حبايبي. هنا برضو ممكن نعمل خاتم، هي رسومات كده بسيطة للبنوتة عشان ما تبقاش اوفر اهي، وانت حسب بقى الرسمة اللي انت عايزة تنزليها هبقى انزلك رسومات كتير وانت بتختاري منها برضو. حلوة جدا الحنة دي، خديها ايس كريم وهاتي منها ولا تعملي خلطات ولا اي حاجة، ولونها بيبقى يعني اسمر جامد كده، مش يعني ايه، مش بتبقى بني ولا حاجة. وخلي بالكم ان اللون بيثبته اكتر، الزيت اللي احنا حطيناه ده فايدته ايه؟ ان هو بيثبت اللون. بس كده يا حبايبي، هنعمل بقى هنا حرف الام كده عشان هي اسمها مريم. بس حبايبي هتبقى حاجة كده بسيطة جدا، هيبقى برضو فرحنا بنوتتنا. لو انت حابة بقى تعملي اي رسمة تانية عادي برضو، انا هبقى انزل لك كام صورة افكار برضو. هنا بقى مش هرسم لها تشير برضو، انا هرسم لها اللي هو ايه، الخاتم العقلة ده كده اهو، عشان كل ما بتخفف الموضوع كل ما بيبقى احسن عشان ما يبقاش اوفر. بس هنا نعمل نجمة مثلا كده صغيرة، اهي طلعت وردة. بس حبايب قلبي دي كانت الفكرة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يكون يعني ايه الفيديو كده استفدتوا منه لو اي حاجة. وده اسم الحنة اهو يا حبايبي، لو حابين تاخدوه سكرين وتعملوه جميل جدا 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 وموفر وكتير جدا، هتعملي انت واولادك، وممكن تشيليه كمان في التلاجة تعملي منه بعد كده. لو عجبك الفيديو فضلا منك دوسيلي لايك، ولو انت اول مرة تشرفيني دوسي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم نوجة من قناة تكات نوجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.